جزاكم الله خيرا من مكة المكرمة. المستمع عبد المحسن صالح يسأل ويقول: لوالدي عمارة 3 أدوار وأريد أن أبني عليها الدور الرابع، علما بأن والدي تم الاتفاق بيني وبينه إذا بنيت الدور الرابع يكون ملكا لي، ثم إن والدي أطال الله في عمره سيجعل هذه الـ3 الأدوار وقفا على الورثة، فهل يجوز أن أبني دور الرابعة ويكون ملكا لي خاص بموافقة والدي أم لا يجوز؟ لا يجوز لوالدك أن يخصك بهذا دون بقية أولاده، لأنه لا يجوز للوالد أن يخص بعض أولاده بعطية دون الآخرين، لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولما جاءه بشير بن عمرو رضي الله عنه، يا بشير بن سعد، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشير بن سعد رضي الله عنه يريد أن يشهده على عطية لابنه النعمان بن بشير رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. فدل هذا على تحريم تخصيص بعض الأولاد بعطية دون إخوانه.